مشاهدي الكرام أينما كنتم، أهلا بكم إلى نبض البلد، معكم مهند مبيدي. تتصاعد الأزمة السورية في مختلف نواحيها وتداعياتها، وهذه الأزمة فإنها تذكر بحالة متكررة قبل 10 سنوات مضت على الحالة وعلى الراهن العربي عندما كان يواجه العراق قوى العالم. كيف يعبر الشارع الأردني وكيف تتصرف القوى الدولية في هذا الاتجاه، وكيف هي تجاذبات الموقف الدولي والتحالفات الراهنة دوليا ومرحليا؟ كيف يعبر العالم بعد رفض البرلمان البريطاني إلى بناء أو تشكل تحالف مع الولايات المتحدة أو الذي تدعمه فرنسا في موقفها الراهن اليوم؟ هذه الأزمة في ظل عدم وجود إجماع عالمي وعربي تجاه ضربة عسكرية على سوريا، مع وجود إجماع عالمي وعربي على تحمل النظام السوري إلى مسؤولياته في استخدام السلاح الكيماوي، فإنها تركت آثارها على المواقف الدولية. فكيف هي المواقف الدولية وما هي أبرز التطورات على الراهن العالمي تجاه الأزمة السورية؟ إلى الموقف الدولي في التقرير التالي. لا تزال الضربة المحتملة لسوريا تتصدر عناوين الأخبار، وإن لم تعد تصريحات الساسة بذات القوة بعد تراجع بعض الدول عن مشاركتها في هذه الضربة وإعلان البيت الأبيض أنها ستكون محدودة. صحيفة ياديعوت أحرانوت الإسرائيلية قالت إن ضربة عسكرية أمريكية ضد سوريا ستنفذ هذه الليلة أو الليلة القادمة على أبعد تقدير، وأضافت أنه سيتم استخدام 100 صاروخ توماهوك على 50 هدفا داخل الأراضي السورية، فيما شهدت قاعدة إنجرليك التركية نشاطا عسكريا ملحوظا، وهي المرشحة لتكون مركز العمليات الرئيس إضافة إلى البوارج في البحر المتوسط. الولايات المتحدة الأمريكية تكاد تكون وحدها من بين نظيراتها في هذه الخطوة، والتي رأى بعض المحللين أنها تأتي في سياق حفظ ماء الوجه، فتصريحات الرئيس باراك أوباما تشير إلى أن الضربة العسكرية أصبحت قاب قوسين أو أدنى، وأنها ستكون محدودة ولن تكون التزاما مفتوحا، لكن توقيتها لم يحدد بعد. وفي المقابل أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن أهداف العملية العسكرية ستكون محددة ولن تشارك فيها قوات على الأرض، وأن واشنطن تعول على حلفائها خاصة فرنسا وأستراليا للقيام بذلك، معتبرا أنها ستكون بمثابة رسالة إلى إيران وحزب الله اللبناني حليفي النظام السوري. الأنباء الواردة من دمشق تفيد بأن سوريا تتوقع الضربة الأمريكية في أي لحظة، معربة عن استعدادها للرد، فيما نقل وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون رفض بلاده أي تقرير جزئي يصدر عن الأمانة العامة للمنظمة الدولية قبل إنجاز البعثة لمهامها والوقوف على نتائج التحاليل المخبرية للعينات التي جرى جمعها من قبل البعثة، مشددا على أن أي عدوان على سوريا هو نصف للجهود المبذولة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة. روسيا من جانبها اعتبرت تهديدات واشنطن باستخدام القوة ضد سوريا غير مقبولة، وأن أي عملية عسكرية دون تفويض من مجلس الأمن الدولي مهما كانت محدودة ستصبح خرقا مباشرا للقانون الدولي، وستنسف آفاق الحل السياسي الدبلوماسي للنزاع في سوريا، وتؤدي إلى تصعيد جديد للمواجهة وسقوط المزيد من الضحايا. الرئيس فلاديمير بوتين طالب الرئيس الأمريكي بتقديم أدلة على استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية لمجلس الأمن الدولي، واصفا اتهامها بذلك بأنها هراء، وأن عدم تقديم الأدلة يعني أنها غير موجودة. إذن بدأ العد التنازلي لضربة عسكرية لوحت بها الولايات المتحدة على مدار الأسبوع الماضي وأصبحت في نطاق المعلوم، أما ما يلي ذلك من نتائج وردات فعل فسيبقى ذلك برسم الانتظار. في ظل أجواء ما قبل الحرب أو الهجمة العسكرية على سوريا، فإن الموقف الأردني عند ذاته منذ بداية الأزمة السورية من التزام الثبات والحياد والدعوة للحفاظ على سوريا موحدة، وهو إن كان يحذر من المس بأمنه وسلامة مواطنيه من التداعيات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية جراء الضربة العسكرية، إلا أنه حكومة وشعبا ما زال يدعو للمحافظة على وحدة سوريا لكنه يرفض المساس بأمنه وبظروفه العامة. كيف يقرأ الشارع الأردني وكيف تقرأ النخب السياسية الأردنية آرائهم حول هذه الهجمة العسكرية في المناطق التي تتاخم الحدود السورية؟ نتابع. قريبة جدا احنا من ايد هالشيء هذا، لانه هذا الشيء يعني ممكن يعمل حد للفاجعة
اللي عماله بقوم فيها بشار وأعوانه؟ والله الضربة مش لصالح الأمة العربية قاطبة، وكل هذا بعود على الشعب العربي وعلى الأمة العربية، وكله خسارة على الأمة العربية. نحب نقول أنه أثار الحرب موجودة وين ما كان، يعني هي نكبة على الجميع وعلى أي بلد، خاصة إحنا بلد مجاور ومحاذي لسوريا بشكل يعني قريب جدا، وإن بيوت سكنية قريبة على الحدود الأردنية السورية. وإحنا ما بنقدر غير أنه منطالب الحكومة الأردنية كمان أنه تقديم استعدادات للمواطنين، علما بأنه لم نرى أي شيء يعني من هذه الاستعدادات، لا كمامات، لا إخلاء بيوت، لا تحضير مخيمات. فقط كل ما نسمعه أنه تحضير مخيمات للاجئين السوريين. إحنا بالنسبة للضربة الله أعلم معناش ما لا محاي ولا محاي، لكن بالنسبة بالأوضاع الرمثة ووضاع الأردن يعني إجمالا رايحين نضعضع، رايح تنضرب الخوف كله عندنا بالرمثة. كانت تلك التداعيات وتلك الأخبار حول موضوع التداعيات السورية على سكان المناطق الحدودية في منطقة رمثة. أما هذا الأمر فإنه ما زال أيضا يطرح السؤال عبر النخب السياسية في عمان والكتاب والصحفيين وأيضا أهل الرأي، والذين يرون في هذا التدخل العسكري اعتداء سافرا على سوريا وعلى وحدتها، وآخرون يرونه عقابيا على استخدام الأسلحة الكيماوية. فكيف ترى النخب العمانية والأردنية هذا الموضوع؟ طبعا أنا ضد أي ضربة عسكرية لأي بلد عربي أي ما كان يعني حالته السياسية. طيب كيف حتى مثل ضربة شو توقع تأثيراتها على طبعا راح تكون تداعيات في الأول اقتصادية، لأنه راح تزيد تدفق اللاجئين السوريين عندنا وراح تزيد الأعباء الاقتصادية على الوطن عندنا في الأردن. هم احنا ضد الضربة على سوريا، لأنه هذا وطن عربي، إذا سمحنا وافقنا على كل دولة عربية تنضرب على حدة دمرونا وانتهينا. لا مش مع ضرب العسكرية على سوريا، لأنه المنطقة متوترة ومش ناقصها توتر، والبلاد العربية يعني بشكل عام تعمها الفوضى. رأيي ضد الضرب، لأنه سوريا زي العراق وليبيا والسودان الهدف منها تدمير الدول العربية، مش لأي هدف ثاني، يعني ما هوش للديمقراطية ولا هو للشيء. في حال تمت الضربة شو تتوقع تأثير على الأردن؟ طبعا كل دول الجوار حيتأثروا بفعل أو برد فعل، والله أعلم. أول شيء عم بنتمنى أنه ما تحصل ضربة، وأنه الحل يتم بطريقة دبلوماسية عن طريق مجلس الأمن أو عن طريق هيئة الأمم المتحدة، أو باللحظة الأخيرة يتم حل دبلوماسي سياسي ينهي عملية الضربة. لأنه إحنا بالأردن حنتأثر تأثير مباشر بالنسبة لسوريا، أولاً كناحية إنسانية، اثنين كناحية عربية، ثلاثة كمسلمين زينا زيهم. أي تأثير بتم على سوريا مباشرة بتم علينا، لأنه بتربطنا بينهم علاقات تجارية إنسانية قوية منذ الأزل. هاي موضوع ما إلي فيه مجر. القضية الثانية أنه الوضع بالمنطقة كاملة في حال ضربة سوريا حتكون وضع كله مهلل، سواء إلنا أو لجيراننا، وهذا بلا شك حيأثر علينا تأثير سلبي. فإحنا مع عدم الضربة ومع أنه تحل بطريقة دبلوماسية. كانت تلك مجموعة من اللقاءات من الشارع العماني، لكن أيضا في يوم الجمعة كانت تتماهى صور الموقف الأردني المختلف والمتعدد تجاه الأزمة السورية. كيف عبر الأردنيون في مسيرات يوم الجمعة أمس في هذا التقرير؟ هذا الوقفة والمسيرة الرمزية تعبيرا عن وقفة الأردن شعبا في مختلف مناطقه ومدنه مع سوريا الوطن والشعب، وضد العدوان الأجنبي الذي يحاك ويدبر الآن لضرب سوريا وجيشها. نحن ضد العدوان الأجنبي، ونطالب الحكومة الأردنية ألا يكون الأردن لا ممرا ولا مقرا لقوى العدوان على سوريا. سوريا وطن عربي وشعب شعب عربي، ويكفينا ما جرى في العراق، ويذكرنا هذا ما جرى في العراق، هذا
هذا العدوان وما جرى في 1956 من عدوان ثلاثي على مصر عندما كان عبد الناصر أمام قناة السويس. كل هذه القوى الأجنبية لا تعمل لصالحنا ولا صالح قضايانا، تعمل لصالحها ولصالح الكيان الصهيوني ودولة إسرائيل. هذا الموقف الشعبي هو الحقيقي الذي يعبر عن موقف هذا. نطالب الحكومة الأردنية بإخراج القوات الأجنبية من الأردن، ونطالبها أيضا بإغلاق غرفة عمليات العسكرية التي يشرف عليها المخابرات السعودية وأحد الأمراء السعوديين في الأردن لإدارة عمليات المقاومة، يعني الطرف الآخر في سوريا وتخريب في سوريا. هذا لا يليق بالأردن أن نكون كذلك. مساء الخير. أول شيء إحنا الشعب الأردني واقف وقفة صمود وحق مع الشعب السوري بالعدوان الغاصب الغاشم اللي من قبل المقاومة من أمريكا وبريطانيا والقوى الصهيونية الأمريكية. هل هذا الاعتصام، هاي المسيرة الرمزية الضمنية بالوقوف مع الشعب السوري، أسسها وضمها أحزاب المعارضة والقومية واليسارية بالوقوف مع سوريا، والآن هذا هو السلام الوطني السوري هو بقلوبنا محفور مع سوريا، مع سوريا الجيش والشعب، مع سوريا الدولة ضد المؤامرة الاستعمارية الصهيونية الأمريكية بتحقيق النصر للشعب السوري. نطلب من حكومتنا الأردنية عدم وجود أي قواعد أمريكية أردنية هنا أو استغلال الأراضي الأردنية، وقوف وقفة عز وثورة مع سوريا الوطن، سوريا الشعب، سوريا الدولة. الكتاب الزملاء في الصحافة الأردنية الإلكترونية والورقية عبروا أعزائي المشاهدين عن مواقفهم تجاه الموضوع السوري. فالأستاذ فالح الطويل كتب بعنوان أية سوريا المهددة اليوم، أو أي سوريا المهددة اليوم، بينما كتب الأستاذ حازم الانبيضين ضرب سوريا تأجيل ضمن الحسابات، فيما ذهب الأستاذ باسم الطويسي في صحيفة الغد للحديث على أن الرأي العام العربي ما زال منقسما ولا يؤيد بشكل عام موضوع حرب على سوريا. أما الزميل فهد الخيطان فكتب في الغد بعنوان هل نحن في حالة طوارئ. هذه الأقلام أيضا اشتبكت مع أقلام عربية أخرى، ففي صحيفة الحياة كتب جمال خاشقجي بعنوان اليوم التالي بعد سقوط الصواريخ أو الضربة الأمريكية على سوريا، وبيّن فيها أنه في جميع الحالات سواء حسم الأمر بسرعة أو سواء وجدنا قوى الثورة السورية تحتل قصر الشعب السوري وتخطف البرلمان فإننا في حالة كارثية. بينما ذهب غسان شربل إلى الحديث وهو رئيس تحرير الحياة الحديث بعنوان ما بعد الكيماوي، وهو ما سنعرضه إلى النقاش مع ضيوفنا لهذا المساء، وننتظر منكم أيضا أن تبدأوا الحوار الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية. سنرحب بضيوفنا لكن بعد الفاصل، الدكتور أحمد العمايري والدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية. ابقوا معنا، نعود بعد الفاصل. أرحب بكم أعزائي المشاهدين وأبدأ الحوار مع ضيوفي في الاستوديو، وأنتظر تعليقاتكم ومشاركاتكم لنا في الحوار الإلكتروني الذي أشرت له عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل نصية. أبدأ معك دكتور جمال الشلبي، مساء الخير مرة أخرى. مساء الخير. هل نحن بانتظار يعني أن تبدأ الضربة العسكرية وشيكا، وما هي وهو رأيك في المواقف العربية والعالمية منها؟ لا شك أن التهديد بدأ منذ أسبوع تقريبا، ولا شك أنها وشيكة، ولكن متى هذا في علم الله من ناحية وأصحاب القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأستراليا، وهذه الدول التي ساهمت وستساهم في الضربة، وهذا يعني أن ليس كل الدول لصالح ضربة عسكرية تجاه سوريا. نعم. يكفي أن نشير إلى التمزق الذي حدث في أوروبا. في الأمس كان هناك قرار شجاع، قرار جريء من البرلمان البريطاني، وهذا يدل على الوعي الكامل والاستفادة من خبرة الماضي. لا يريدون أن يكرروا خطأ العراق قبل 10 سنوات، والآن رفضوا. إذن الحليف الأول ديفيد كاميرون يتراجع، يخذل من قبل الشعب والبرلمان الإنجليزي، وبالتالي هنا أنا أعتقد في هناك تضعضع في الموقف المؤيد للضربة. لا تنسى أن بلجيكا من الدول السابقة التي منعت نفسها أن تدخل في هذا الصراع، وكذلك بولندا. ألمانيا أيضا، بولندا، ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وبالتالي أنا أعتقد الموقف الأوروبي بشكل عام
معارض لهذه الضربة. بس بالنسبة للموقف العربي وهذا ما أريد أن أقوله، للأسف الشديد الموقف العربي لا أدري ولا أفهم ولا أريد أن أفهم كيف يمكن للجامعة العربية أن تجمع وتحشد كل هذه الدول وتعمل اجتماعات سريعة من أجل إعطاء الشرعية لضرب دولة عربية شاركت وساهمت في بناء الجامعة العربية من ناحية، وعضو في الأمم المتحدة، وبالتالي وشاركت أيضا في انتصارات العرب عام 73 وقاومت وما زالت. الموقف العربي باستثناء الجزائر واستثناء العراق وعلى حياء السودان، الموقف العربي مخجل ومخزي، وهذا هو التناقض وهذا هو الذي يحدث الآن في اتجاه الضربة التي أعتقد أنها ستأتي، ولكن حجمها ومداها ربما يؤكد على ما كنت أقوله، لن تكون هناك ضربة، ولكن أعتقد أن الرئيس الأمريكي أوباما يعيش في حالة أزمة، وأزمة خانقة، لأنه كما يقال سهم في الحلق لا يستطيع أن يخرجه ولا يستطيع أن يبقيه. طيب شكرا دكتور جمال. دكتور أحمد العمايري، وأنت مقرر اللجنة الشعبية لنصرة الشعب السوري. الدكتور جمال الشلبي لا يرى بأن المواقف العربية وجيهة في دعمها لنظام يقتل شعبه ويضربهم بالكيماوي ويمزق هذا الشعب، ويقول بشار الأسد ارحل، يرحل الشعب وأبقى أنا، ماذا تقول؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة. أول شيء الضربة وشيكة ولا غير وشيكة، هذا سيناريو من سنتين وإحنا يعني بدينا وسمعناه في المواقف الأوروبية والأمريكية، إنه إذا استخدم الكيماوي فهو خط أحمر لهذا النظام. نعم. إذن النظام على علم تام بأنه إذا استخدم هذا الكيماوي سوف يعاقب عليه، هذا النقطة الأولى. حتى لو المعارضة استخدمته هو فلته منه، هو يعني هو على هو على الجانبين. إذا المعارضة، أنا كرأيي أن المعارضة استخدمت والنظام استخدم، لأنه الاثنين كانوا يملكون هذا السلاح، لأنه يعني المعارضة تملك حوالي 48% من الأرض الآن مسيطرة عليه. فلذلك سيناريو نقول ضربة وشيكة أو مشيكة، لا، هذا سيناريو إلى سنتين مطبوخ مجهز بأنه في حالة استخدام هذا النظام الكيماوي سوف يضرب، فلذلك أصبح النظام شريك في هذه الضربة. طيب على استخدم وقتل 1400. أنا قلت لك خلص، هو حفظ السيناريو وهو استخدم، إذا استخدم هذا الكيماوي أو المعارض استخدم، النظام استخدم هذه في منظمية الشام في نعم هذه، فلذلك غوطة. الآن هو النظام قال للأمريكان أو قال للأوروبيين تعالوا ضربوني، لأني أنا أنتوا قلتوا قبل سنتين استخدمت هذا هذا السلاح. فلذلك هذا سيناريو منتهي ومطبوخ ومدروس. نعم. بأنه آخر وإذا سمعنا دائما تصريحات أوباما وتصريحات الاتحاد الأوروبي أنه ضرب، أنه استخدام السلاح الكيماوي خط أحمر، فلذلك هذه على شقة ثانية، أنه أصبح الآن المبرر موجود، وأصبح هذه الضربة للأسف ستخدم هذا النظام جيدا، وأنا ضد هذه الضربة. ليش؟ لأنه هذه الضربة ستعطي هذا النظام الشعبية في الشارع الأردني، لأنه ما في أول عربي، ما في عربي ولا أردني بحب أنه تنضرب سوريا، لأنه الضربة ليست النظام. يعني أوباما قال أول امبارح، دكتور بس لو سمحت خلينا في سؤالي، يعني النظام أنت تقول بأنه ضرب شعبه بالأسلحة الكيماوية. نعم نعم، والعالم كان كل القوى الغربية تهدد، وروسيا يعني مواقف معه إلى حد أن يستمر. هل النظام تعتقد أنه هو الذي ضرب الأسلحة الكيماوية؟ وإلى أي مدى نثق نحن أيضا بما يقول الغرب؟ يا سيدي، أولا إحنا أنا عندي وجهة نظر، عندي وجهة يعني عندي وجهتي نظر أو عندي احتمالين. لا، أول شيء إما أن يكون النظام هو الذي استخدم الكيماوي من أجل إيش؟ أن يجر الولايات المتحدة لضرب سوريا، وليأخذ تعاطف الشعب العربي والشارع العربي، ولتتغير وجهات النظر العربية التي تقف مع الشعب السوري. فهذا احتمال وارد أن يكون هذا. الاحتمال الثاني ممكن أنه كمان المعارضة، وفي ناس من المعارضة، وأنا يعني بالمناسبة أنا مش كل المعارضة في سوريا والثورة بعتبرهم ثوار، أنا لا أعتبر جبهة النصر أنها بتحارب لإصالح. طيب دكتور خليك في التصور الثاني. فالتصور الثاني أن هنالك كمان يجوز أن المعارضة كمان استخدمت هذا السلاح مع النظام، الاثنين استخدموا مع بعض مشان يجيبوا الولايات المتحدة تنهي هذا النظام. لكن أنا بقول للمعارضة إذا هم استخدموا الكيماوي أو بدر لديهم باستخدام هذا فهم أخطأوا، لأن سمعنا تصريحات الرئيس الأمريكي أول امبارح قال بالحرف الواحد، قال إذا استخدم، إذا سنضرب ولكننا ليس هدفنا إنهاء هذا النظام. طب
ليش بدك تضرب اذا ما بدك تنهي النظام؟ ما انت من سنتين بتقول هذا النظام فاقد لشرعيته، هذا النظام ذبح شعب، اذا انت ستضرب الشعب. فلذلك الخاسر في هذه الضربه الشعب السوري تحمل ويلات ضربه هذا الكيماوي، وسيتحمل ويلات هذه الضربه. اما بالنسبه إذا هدف لاسقاط النظام فعليا، اذا كراحوا ضربوا القصر الجمهوري او مناطق اللي فيها بشار الاسد، هل انت معها؟ انا مع ضرب هذا النظام شخص، مع اسقاط بشار، اسقاط بشار، لكن ليس، لكنني انا ارى ان مع وحده سوريا، لكنني لا ارى ان هذه الضربه ليس لا تخدم الا بشار الاسد وسيدفع ويلات الشعب السوري. طيب دكتور جمال، ما رايك فيما سمعت؟ يعني هذا كلام عاطفي وكلام اعتقد بدون منطق يحكمه، وللاسف الشديد ان تجربه العراق وتجربة السويس ب56 وتجربة حتى أفغانستان لم يستفيد منها المثقفين العرب. أولا الكيماوي والنووي هذه أسلحة دفاعية وتستخدم في حالة الدفاع الأخير والخرطوش الأخير، ولا أعتقد أن النظام السوري وهو نظام واعي وهو نظام لديه نخبة سياسية قادرة أن تتعامل مع هكذا أزمات، والدليل على ذلك أنه بعد سنتين ونصف ما زال النظام قائم ويحاور ويجادل ويثبت أنه على حق. طيب هذا واحد. بالنسبة لقضية الضربة، نعم، الكيماوي لا أعتقد كما قلت أنه النظام ضربه. أولا النظام هو الذي سمح لفريق المفتشين الدولي أن يأتي إلى سوريا، وبالتالي هي إثبات لسيادة النظام السوري. ثانيا هو يحقق انتصارات مستمرة من القصير إلى حمص، لكن حزب الله إيران تحقق دكتور، ليس يا سيدي. مقابل ذلك هناك التكفيريين، صحيح، وهناك الإرهابيين، وهناك من أفغانستان ومن باكستان ومن الشيشان. كيف أدخل هؤلاء؟ وصل عددهم إلى 80,000 في ظل هكذا وضع. شوف النظام السوري لو كانت معركة جيش مقابل جيش أعتقد كان ممكن أن يفرز المعركة منذ البداية ويحسمها، لكن عندما تبدأ في مجموعات إرهابية تملك حزام ناسف وتدخل إلى الباصات والمدارس وحتى دور العبادة، وهذا على فكرة أنا أحب أن أقول لم نرى في التاريخ ولم نسمع ولم نقرأ في التاريخ أن هناك مجموعة من أناس ينتمون إلى دين يفجرون دور العبادة تخصهم وتخص غيرهم إلا في الإسلام. هذا يؤكد بأن هناك أناس يعني تم غسل دماغهم، وأن هذا النظام دائما هذا نظام علوي وهذا نظام رافضي وهذا هذا كلام فارغ. طيب يؤكد ما طيب كنت أقوله دكتور، بأنه هذا كلام عاطفي ليس له حقيقة. طيب على أرض الواقع على الأقل هاي وجهة نظرك التي طبعا لا نتبناها، لكن أنت لك الحق في إبداءها. أكيد إذا كان النظام، إذا كانت الضربة العسكرية الهدف منها إسقاط بشار الأسد، هل أنت معها؟ لا، أولا بشار الأسد هو نقطة ارتكاز أساسية لبقاء الدولة، وللأسف الشديد أن الغرب لا يفكر في بشار. لا لا لا، في فرق أن تسقط بشار لكي تحصل الكارثة ويحصل التمزيق وتقسيم سوريا إلى 4 دول كما هو مقرر، هذا الشيء. ولكن الذي يخشاه الغرب وهو يبحث عن بقاء بشار ليس حبا في بشار. طيب شكرا وإنما دكتور، شكرا عند هذه النقطة دكتور أحمد. الغرب لا يحب بشار، إنما يعني يحافظ على مصالحه في المنطقة في سوريا، والكلام الذي تفضلت به أنت عاطفي ويذكر بما كنا نشهده قبل 10 سنوات عندما تم غزو العراق. ماذا تقول؟ يعني أنا والدكتور لا يرى النظام السوري، أسف للعودة، لا يرى النظام السوري له سجل بالدموية، مع أنه كان في حماله تجربة جميلة، يعني عندما نقيم والمجاهدين يستخدمون الجوامع. يعني أنا بأسف أنه الدكتور يتكلم بهذه اللغة ويرجع على يعني حط النظام العراقي كنموذج. أنا بحب أكد لأخوي الدكتور بأن النظام السوري هو من تآمر على العراق، والقادة العراق الحاليين كان وكر للCIA وكانت دكاكين. خلينا في الموضوع السوري. لا دكاكين المالكي داخل سوريا دكتور. وكان من يدعمهم هو بشار الأسد. فلذلك بشار الأسد هو ونظام والده من سنة 70 هو تحت الحماية الأمريكية والوصاية الأمريكية، لا جدال عليه. لا، وما يحدث الآن في سوريا هو ليس الهدف منه لا إسقاط بشار الأسد، هو تدمير سوريا وقتل الشعب السوري. والذي ولو كان بشار
أراد هذا لتنحى من قبل سنتين. لو أراد أن يخدم سوريا لا. ما هي نقطة ارتكاز بشار الأسد؟ نقطة ارتكاز بسوريا بنية تحتية دمرت، والشعب السوري هجر، والشعب السوري قتل، والجيش السوري دمر ودمر الاقتصاد. شو نقطة ارتكاز؟ شو ظل الارتكاز يا رجل؟ ما ظل في سوريا شيء. بشار الأسد الآن يحمي بس حواليه فرقة تحمي قصر جمهوري بس، كله مدمر، كلش الآن كل سوريا ساقطة، كل قرية وكل ما فيها مجموعة كلها مجموعة مسيطرة عليها الجيش السوري. الآن بشار الأسد لا يخدم سوريا ولا له علاقة في سوريا. يخدم من؟ يخدم من؟ الآن يخدم الغرب ويخدم الإسرائيليين والصهاينة يا رجل. بشار الأسد لو كان يحب مصلحة سوريا تنحى وذهب وطار وقال خلص الشعب السوري أنتم ما بدكم يعني حكموا أنفسكم. بدأت الثورة بدرعة يا ردم، هم بدرعة حملوا دبابات وطواريخ وجو فجروا بدايتها، هو اللي بداها، هو اللي دمر الشعب السوري ضبح درعة. فلذلك صارت الناس تتعاطى مع الشعب السوري، وفي ناس أنا ما بقولك في ناس جت بداية تطوعا وجت الدافع عن الشعب السوري، لكن بعدين دخلت المصالح الدولية. بس الغرب ذاته يمول الجيش الحر ويدعمه بالسلاح ويمول بشار ويمول بشار كمان ويمول بشار الأسد. الآن مش قادر أمريكا تمنع العراق من أن يتيجي الطائرات وكل الأسلحة والتزويد من إيران لسوريا، مش قادر اللي خلقت القيادة العراقية الآن اللي خلقت أمريكا مش قادر تضغط عليه وتمنعها من أن تودي سلاح للعراق، مش قادر القيادة الأمريكية والشعب الأمريكي مش القيادة الأمريكية والغرب مش قادرين حزب الله في جنوب لبنان، هاي كلها مسلسلات وأفلام على الشعب السوري. الضحية الآن الشعب السوري. الآن بشار الأسد سيخرج منتصرا من الضربة الأمريكية اللي بعتقد أنه بشار الأسد ستنهي، لا سيخرج أنه بطل قومي ولده الأمريكان ضربوني والمسيرات في الشوارع راح يشوفوه على القمر والقمر والشوارع طيب. لذلك طيب. هذا كلها مسلسلات. شكرا دكتور. خلينا نأكد أيضا أنه ما زالت نفس السلوكيات ونفس التصرفات عند الشارع الأردني في ذات الاتجاه عندما ذهب الأردنيون إلى الرئيس صدام حسين يقول له بأننا معك، وكان هناك لجنة شعبية دعم النظام صدام حسين سابقا. اليوم أو أمس استقبل الدكتور أو السيد محمد اللحام رئيس مجلس الشعب السوري وفد شعبي أردني، قال فيه بأن سوريا تعول كثيرا على مواقف الشعوب العربية الحرة بعيدة عن الموقف الرسمي لبعض الأنظمة العربية المتخاذلة، وتثمن وقوفها إلى جانبه في وجه العدوان الذي يستهدف دورها العربي والمقاومة. كأن الأنظمة التي حافظت على توازنها وثباتها واستقبال اللاجئين متخاذلة، وكأن هؤلاء الذين يقولون لبشار الأسد بأنك عنوان العروبة هم الذين سيمنحونه النصر. ماذا تقول دكتور؟ يعني شيء طبيعي أن يكون هناك رأي عام شعبي مؤيد لأي دولة عربية. الحق يقال انه بس نفس العقلية دكتور، وانت يعني استاذ نفس العقلية لانه نفس الغايات ونفس الاهداف ونفس الوسائل. ب 56 تم ابراز جمال عبد الناصر وكانه هتلر الجديد، وبالتالي يجب الهجوم عليه والعدوان الثلاثي. بال 91 لا شك ان هناك في خطأ حدث ارتكب وانا لا ابرره، ولكن لا يمكن ان نسمح لاي غربي الا اذا كان عندنا ذرة عروبة أن يدمر هذا البلد، لأنه في النهاية ليس مصلحة العربي أي كان، سواء عراقي سوري أردني سعودي إلى آخره. الموقف الأردني أنا بعتقد بالعكس هذه المفاتيح تعتبر إغناء للمجتمع الأردني والشعب الأردني. أن يكون هناك نظام يتعامل بواقعية وبمنطقية، وهنا يكون هناك شعب لديه تصورات مختلفة، هذا التوازن مهم للسياسة في 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 ذات السياق الذي تتحدث به دكتور جمال، أنه من حق الشعوب أن تؤيد. أيضا الدكتور محمد أحمد العماري هو رئيس لجنة أو مقرر اللجنة الشعبية للدعم ومناصرة الشعب السوري، يقول لك نحن مع سوريا موحدة لكن يسقط بشار، وتأتي هذه الغارة وتسقط بشار. لا سيدي، أنا لا أستطيع أن أجرى جسدا بدون رأس. بشار هو يا رجل حرام عليك، يعني أنت تربط دولي تربط دولي تربط 20 مليون في شخص. نعم نعم لا يا رجل لماذا انا يعني انا بدي اسالك سؤال أخي بكره صاب بكره بشار الاسد قالوا صابته جلطه ومات، انت عاد سوريا؟ في نظام اسمه نظام البعث، ما هو وهذا نظام؟ قائم منذ السبعين. وين النظام؟ وبالتالي نظام البعث يا رجل، اي نظام أخي العزيز يا زلمه؟ نظام الشخص الواحد، نظام الحزب الواحد، طبعاً كله هاي فبركات اخي. لا أبرر. انا لا يمكن اقبل ان يقارن صدام حسين ببشار. صدام حسين خليه على جنب، صدام شهيد ودافع عن الكرامه والامم العربيه يا رجل. هذا نظام بالتسعين اول من ودع على حفره الباطن جيش، اول من ودع على حفره الباطن جيش، وكان يقول الامبريالي والرجعيه وكذا، وفي الاخير اول من ودع الوي على اول لواء وصل لمعلوماتك الحفر الباطن اللي هو اللواء السوري. بس بشار مقاوم يرى ناس، بعض الناس يرى انه مقاوم. اي مقاوم في 82؟ من هو الذي خلق، من هو الذي قضى على منظمة التحرير وأنهاها في جنوب لبنان ب 82؟ من هو الذي تآمر مع حركة أمل وقتل الشعب المصري في صبرة وشتل؟ من هو؟ دكتور أنا طيب ماذا ترد يا دكتور؟ يعني أنا لست هنا من أجل مقارنة
ودراسة وتحليل مواقف كل زعيم. لكل زعيم أخطائه. ونحن نتعامل مع زعيم واحد في سوريا. لا سيدي لكل. الآن المشكلة ما هي؟ يعني أنت تقول. الآن المشكلة بشار. لا. هلا إذا بشار طار طيارة وراء على إيران. بشار. انتهت القضية. لا أخي بشار لم يهاجم أمريكا ولم يهاجم أوروبا في صواريخه وفي طائراته. الغرب هو الذي أتى إلى سوريا. ثانيا بشار لا تستطيع أن تحكم عليه لأنه وصل عام 2000 للحكم. أنت بتحكي لي عام 1979 و80 في حماة، وأعتقد أن الدكتور مؤيدك في هذا الأمر وهذا حقه. معلش هذا نظام صحيح، لكن بشار استطاع أنه يخلق دولة معتمدة على نفسها مكتفية ذاتيا ليس لها ديون. نحن في الأردن كان لدينا 7 مليارات دولار. معلش معلش خليني أكمل. أنا سمعت بشار علي كان 11 مليار للاتحاد السوفيتي. معلش خدم بشار. طيب واللي خدم بشار الذي انهيار الاتحاد السوفيتي. يا سيدي خلينا على كل حال بشار يا سيدي على كل حال هو الذي يمثل شكل من أشكال المقاومة. صحيح. مصر كام ديفيد، الأردن وادي عربة، الفلسطين أوسلو. الدولة الوحيدة التي لم توقع معاهدة سلام هي سوريا. بس الدولة الوحيدة. لماذا؟ سمحت أنا على اطلاع بهذا الموضوع. الآن تدخلت لي في المعاهدات. أقسم لك بالله وأنا كنت رجل مطلع إنه لم يقبل الإسرائيليين بالتوقيع مع حافظ الأسد لأنهم قالوا مريض، بدنا نوقع مع بشار الأسد لأنه بشار الأسد ابنه سيصبح رئيس. ولو تم موقع لأنه صارت الاتفاقيات في تركيا وأجلت بسبب، أقول لك بسبب مصالح اقتصادية تركية. اللي بسبب مصالح اقتصادية تركيا هي اللي عطت، وكان بشار هارع وذاهب يوقع في تركيا لكن قالوا له لا تراك. بس في النهاية لم يوقع، في النهاية بقي بطلا قوميا يعني صامدا في رأي بعض الناس. شو اللي بدك توقع أكثر من أنك حافظ 40 سنة أخي حدود. أنا أخي شو بهم لك إسرائيل من يحتاج. بس أيضا هل قاوم عندما غاروا عليه؟ هل قاوم عندما مرت الطائرات الإسرائيلية من يا رجل الطيارات فوق القصر الجمهوري؟ انت تعرف ان وحدات الحرب لا 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 احكي لك شغله. انت تعرف ان الحرب الكيماوي الموجوده الان وحدات الحرب الكيماوي 80% شلت اسرائيل. معلش معلش هلا هذا يعني الحرب ليست كما ترون انه اذا ضربك شخص او طرف يجب ان ترد. احيانا الصمت احيانا قد يكون رد اولا وثانيا وثالثا. طب الصمت الذي يدعم الذي يدعم معلش الصمت كان طويلا يعني الصمت سيأتي لاحقا لانه الكتوم هو الذي يضرب بشكل اكبر. عام 2006 عندما صمدت المقاومه في لبنان وحزب الله، وهذه مقاومه عربيه، لا تقول لي بانه هذا خطأ وارتكبه حزب الله ونصر الله ارجوك. ومع ذلك 33 يوم انت تعتبر الدول انتصار عربي يسجل للامه العربيه. عندما تقول حيفا وما وراء حيفا، عندما تقول ان الثلث اسرائيل يذهب الى الجنوب، هذا انتصار لم يحدث منذ عام 1948. 2006 بتعده انتصار؟ انتصار عربي يسجل. اسال القيادات السياسيه في لبنان 11 مليار حقيقي. نعم كلامك صح. 11 مليار سمير جعجع. نعم صح. شو ما زالت لبنان منقسمه. اسالك سؤال، بدي اسالك سؤال. هسه بالله بالله عليك لو جت اسرائيل وظلت تدمر فينا ودمرت كل هالبنيه التحتيه اللي عندنا، واحنا رحنا كتلنا وديناها 4-5 صاروخ، كتلنا 300-400 جندي يهودي، من المنتصر؟ المنتصر من هو الذي ياتي بطائرات ويصل الى قصرك الجمهوري؟ الجيش الذي لا يقهر والذي قهر 3 جيوش ب3 ساعات او 6 ايام اصبح يقهر. نحن لو احنا قهرنا لو سمحت لا سمحت احنا قهرنا لو سمحت فينا نقاط. لو سمحت احنا قهرنا ب68 لمعلوماتك بالشوفة 2006-2008 كل ذلك لم يتم الا بدعم سوري وهذا صحيح. لا لا لو معلوماتك لمعلوماتك شوكة الجيش الاسرائيلي لو سمحت شوكة الجيش الاسرائيلي من 68 اسرائيل حطت خط ووقفت من 68 اسرائيل عرفت انه في يا سيدي 67 لا تعتبر يعني حرب. يعني 67 جلاله الملك حسين الله يرحمه اتصل مع جمال عبد الناصر وجمال عبد الناصر بقول له غطاء الجو الاردني جاهز. بقول له جلاله الملك يا رجل كل مطاراتك دمرت كنت ما تعرف ايش شو اللي بتقول لي غطاء يعني جاهز. انت كانت مؤامره يا رجل كانت مؤامره واخر جيش اخر جيش طلع من 67 جيش. لا تعتقد دكتور انه هاي مؤامره على سوريا اليوم الان ايضا؟ هي مؤامره بس جزء من هذه المؤامره بشار الاسد. بشار جزء من المؤامره دكتور. خلينا نشوف بس خلينا نشوف. لا اخفي عليك انها مؤامره ولا اخفي عليك تدمير سوريا بس بشار جزء من هذه المؤامره. طيب خليني بس اذكر العقل العربي مغلغل به فكره المؤامره. خلينا نشوف كل شيء يحدث هو مؤامره. نرجع على هذا الموضوع دكتور غمال، لكن بعد ان نشير الى ان خطاب الرئيس اوباما بدا قبل قليل يعني الساعه 8:15 بدا بتوقيت عمان. لحد الان الرئيس اوباما يقول لدينا ضربة عسكرية قد تكون اليوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر. أيضا قال لن نشرك الجنود وسنسعى إلى عملية سياسية. قد يضطر هذا إلى تقديم مبادرة روسية ربما على غرار المبادرة اليمنية يصبح بشار الأسد. بعد الفاصل المزيد من النقاش والحوار مع ضيفينا وأيضا بانتظار تفاعلكم. ابقوا معنا.
أعزائي المشاهدين، أعود معكم لممارسة هذا الحوار من جديد والتفاعل معكم أيضا في أسئلتكم واقتراحاتكم. محمد العراب يسأل: ألا ترى أن سوريا ستصبح شبيهة بالعراق إذا ضربتها أمريكا؟ سيما غرابه، أي عروبة هذه التي تريد منها أن تدخل أمريكا في قلب دمشق؟ وائل خالد: الضربة ضد سوريا أم بشار؟ مها عايد: ألن يتضرر الأردن من الحرب إن حدثت؟ هناك ضرر عسكري؟ نعم. سؤال دكتور جمال، كنت تتحدث قبل الفاصل، معك احنا نريد ان ننقل وجهتي النظر هنا. صحيح. في هذا الاستوديو للناس. قد اكون انا او انت او الدكتور احمد له موقف من الوضع في سوريا، لكن انت كنت تتحدث عن العقلية العربية نفسها التي شافت رئيس الشهيد صدام حسين على خد القمر، هي التي قد ترى بشار الاسد ايضا اذا ما استشهد او اذا ما قتل في عرف الناس بأنه بطلا قوميا، هي نفس التي كانت تقول ننتظركم على أسوار بغداد، وهي نفس التي تقول اليوم على نساء وليد المعلم وغيره بأننا ننتظركم على أبواب دمشق. يعني لا تعتقد بأننا نعيش حالة انفصام؟ لا، هو الصحيح أن الوضع في العراق يختلف تماما عما هو في سوريا. في العراق كان هناك حصار مدمر بدأ من 10 سنوات. ثانيا أعتقد هناك في حشد دولي كامل 30 دولة. ثالثا هناك خطأ ارتكب ويجب أن يعاقب، ولكن كيف كانت العقاب؟ هذا الوضع في سوريا مختلف. نحن نعيش في ما يسمى حالة الربيع العربي، وأنا لا أؤمن بهذا الربيع. هذا خريف طويل وشتاء قارس أعد له في الخارج وتم استغلاله من الداخل، وهذه نتائج. وبالتالي نحن نعود إلى الآن إلى مرحلة الصفر. النظام السوري مختلف تماما. أولا هناك في تماسك للجيش بعد عامين، صحيح يعني حاول استنزف بشكل كبير من خلال الإرهابيين والمرتزقة والخارجين عن القانون وغيره، لكن أيضا لا تنسى أن سوريا، أنا لست خبيرا عسكريا، لكن أقول أن سوريا لديها أفضل جيش عربي، يعني يتجاوز بين 500,000 إلى 700,000 بكل عناصره. لديه قوة صاروخية قادرة أن تصل إلى المدن التركية، إلى قبرص، إلى. هل تعتقد أنه ممكن أن يؤدي إلى إيذاء الأردن عسكريا؟ لا، أنا يعني عندما يقول أوباما نحن نريد أن نحمي حلفائنا في المنطقة إسرائيل والأردن، لا، هذه كلمة حق يراد فيها باطل. الهدف الأساسي من ضرب سوريا وتدمير سوريا وتفكيك سوريا وتفتيت سوريا هو مصلحة إسرائيل. الأردن وتركيا هذه مجرد يعني ديكور حتى يثبت بأنه هو حليف للكل، وهذا غير صحيح بالنسبة للعقلية. أكيد أنه العقلية واحدة، وهناك العرب الدليل على أنه العقلية العربية غير واضحة المعالم سياسيا وثقافيا، أنه العرب غير منقسمين، بالعكس هم يقومون بمبادرات لتدمير هذا العالم. يعني أعطيك مثال، نحن أول من دمرنا العراق وساهمنا في تدميره سواء بالمال والعتاد، وبعد ذلك العرب بشكل عام، العرب بشكل عام لا أريد أن أذكر، والكل يعرف من هم. وبعد ذلك نقول آسفين، اكتشفنا أن هناك ما يسمى بالتهديد الشيعي عظيم. إذا قمنا بنفس العملية وبنفس الطريقة في تدمير لا سمح الله عاصمة الأمويين وعاصمة الهاشميين، أيضا لا تنسى أنها كانت عاصمة الدولة الثورة العربية الكبرى. وبالتالي إذا دمرت لا سمح الله سنكتشف أنه أمامنا الآن خطر السلطنة العثمانية. إذا نحن الذين نحفر الحفر، ونحن نأتي بالقوى العدائية، وثم نقول بعد ذلك يجب مجابهة هذا المعتدين الخارجيين. شكرا دكتور أحمد. نحن نحفر الحفر لنفسنا ولدولنا ونسقطها في أتون الصراع الدولي، كيف ترى هذا التصريح؟ الدكتور هو اللي بدأ الآن، الدكتور صار يسجب العواطف. الدكتور يقول أن هذا النظام لا يمكن أن يؤذي الأردن، نسي أنه هذا النظام دباباته وصلت في سنة 70 لإربد، لما تعرض الأردن لهجمة إرهابية وكاد البلد الأردن لولا شعبه وقيادته وجيشه، نسي أنه لما وصلت الدبابات لإربد، الدبابات السورية، هذا النظام. وهو كان أبوه نفسه، أنا ذاك بشك، لا يعني حافظ الأسد كان موقفه وزير دفاع يا سيدي ورئيس وزراء، شو الموقف وزير وبعد 3 أشهر هو رئيس الجمهورية، يعني هي كذبة عندما اعتقل الضباط ووضعهم كذب. هذا يا سيدي فبركة، هذه فبركة يا سيدي. هو اللي يعني جاي أصلا، هو كان هو كان وزير دفاع ورئيس وزراء، وهو رئيس الجمهورية كان اسما فقط، لأنه كان في القانون يقول إنه لا يجوز إلا أن إنسانة من التاريخ. لا أقول لك، فهذا النظام كل الاحتمالات واردة. اثنين، اسمع تصريحات السفير السوري، اسمع تصريحات السفير السوري ماذا يقول عن الأردن، ماذا يقول، والتهديدات اللي للسفير. إجابة
باستثناء بعض ال... شو الإجابة؟ إجابة يقول بأن هذا الشعب كريم وشعب عروبي وشعب ما قال شعب أنا ولا قال شعب كريم قرأت وأتابع يعني هو معلش يعني هو إذا سمى كم واحد يقلب نعم. بمواقفه هذا شيء آخر هذا اللي أعمل يكمل دكتور جمال نعم. لو سمحت اثنين أنت يا سيد العزيز بتقول إنه عاصمة الأمويين وعاصمة ومين منكر أنها عاصمة لكن هذه العاصمة هذه العاصمة وسيء لها عندما وصل أشكال هذه الزمرة للحكم أساءوا لعاصمة الأمويين وأساءوا لعاصمة الهاشميين وخلوها لأشخاص مجموعة من السرسرية والزعران من سنة 70 لغاية الآن أنا أطلع أطول انقلاب هذا سرقوا نهبوا خيرات الشعب يا رجل غازي كنعان غازي كنعان كان تعرف واجبه بين سوريا وبين لبنان كان بس تمرير المخدرات وفتح تخريب لبنان يا دكتور أحمد بس يكفي أن سوريا لا تحتاج إلى فيزا عندما تدخلها يكفي أن سوريا بلد ما عليها ديون يكفي أن سوريا يا سيدي من قال تعرض القمح على الأردن قبل 5 سنوات يا سيدي من قال سوريا ما عليها ديون أنتم منين بتجيبوا سوريا ما عليها ديون سوريا عليها 13 مليار للاتحاد السوفيتي لكن لما انهار الاتحاد السوفيتي كل الدول اللي تقسمت لها السوفيتي كل واحد صار يتطاوب فيها قوة صناعية فيها اقتصاد يا سيدي من ولو يا سيدي من يقول لك أنا شو بقولها بقول لك دولة فيها صناعة فيها زراعة شو المشكلة يعني هو النظام اللي أوجد الصناعة والزراعة شعب بده يعيش شعب أيقن إنه هذا بده يعيش تحت ظل هالقهر والظلم بس يا سيدي أقول لك شغلي أكبر فقر موجود في سوريا والدليل على ذلك في الأردن إحنا كنا في الأردن لما بدنا نروح نجيب راعي غنم كنا نروح نجيب من سوريا الختيار اللي عمره 80 سنة تموت مرض روح يجيب بنت عمرها 20 سنة سورية ويتجوزها ويجيب وهذا شيء هذا ندل على شيء على الفقر سوريا بقول لك فيها خيرات فيها. لكن الشعب السوري مش مستفيد من الخيرات دخل يا رجل كان دخل المواطن السوري إذا كانت الدول دخل المواطن السوري 80 دولار يا سيدي يا سيدي إذا سمحت أنا شو أنا كشعب ما عليك دين وكل شيء موجود عندك وانا فقير وما طيب. الشبكه شو الفائده دكتور جمال يرى الدكتور احمد وكثيرين يشاركوا الراي بانه يعني النظام السوري ادارها بطريقه مزرعه رامي مخلوف القوى الاقتصاديه ماهر الاسد التجار يعني بشار الاسد ووالده حولوها من دوله كبيره الى مزرعه يديرها والشعب السوري هو اكثر شعب صناعي وعنده قوه انتاجيه وشعب زراعي يعني لم ينتج دوله انما انتج مزرعه نعم يعني قبل عام كنت في باريس وقابلت الشاعر العربي الكبير أدونيس وقال جملة أنا بعتقد هي نبراس حقيقي للحديث عن قضية المزارع قال لا يمكن أن تدافع عن أي نظام عربي أنا أشاركك الرأي وأشارك أي شخص أن الأنظمة العربية بلا استثناء وبلا حدود استبدادية فاسدة دكتور بس معلش خليني اكمل اخي معلش خليني اكمل انا لا ابرر لا انا احاول ان انتقل من مرحله نفس السياسه التاريخ الى مرحله السياسه احاول ان انتقل الى مرحله الديتيلز او التفاصيل الماضيه الى مرحله الضربه الحقيقيه التي نواجهها اليوم نحن نواجه ضربه هذا الذي انا بدي اقول لك على شغله احنا مشكلتنا معكم من نحن انتم الذين الان تصفقون الهدف انا لست عربي تعتبرون لم ادرس في سوريا وليس لي علاقات طيب في سوريا طيب دكتور وبالتالي انا احكي اتكلم كما قال زميلي قبل قليل اخي الدكتور زيد المحيسن طلبت منه هو كان مستشار امين عمان قلت له يجب ان تتابعني فقال اينما يكون حق العرب سنكون معه واحنا ما حق العرب لذلك انا الشعب العربي لست نحن ولست انتم نحن العربي عرب ونحاول وعرب انسانيين بمعنى اخر ليس عرب يعني الدم يا سيدي واحد عندما ترى الدم ما هو الحق اللي انت بتدافع انت بتقول انا ما حق الشعب العربي الغوطة. ورئيس قاعد بيذبح الشعب لا لا الاطفال الذين قتلوا وين وين لو سمحت من يدفع ثمن الاطفال 18% هذه تقارير أمم متحدة وتقارير محايدة تماما 18% من القتلى 100,000 ها هم من مين برأيك 18% هم من المعارضة والباقي من الشعب السوري زائد الجيش السوري للعلم فقط من قتلهم قتلهم المرتزقة قتلهم الإرهابيين قتلهم الذين مولوا 400 طن قبل أسبوع وصل إلى تركيا وتم إدخاله وعن طريق الأردن يتم إدخاله يعني لا تراها ثورة دكتور ليست ثورة لا يمكن أن تكون ثورة الثورة تكون بيد شعبها طيب. واحد اثنين الثورة تصل إلى أهدافها الثورة توحد ولا تمزق طيب ماذا تقول يا دكتور بعد 3 سنوات إحنا اليوم الدكتور بقولينا لسنا في حالة ثورية سورية نحن يعني دولة تمزقت يعني أصبح هذه مؤامرة دولية كبرى مرتزقة الدكتور بحكي صح إنها مي ثورة لأنه بشار الأسد
ما سواها فورا. بشار الأسد لما نزل لما تنزل شارع حيهم بنزلوا عندنا في الأردن ووصل السقف للنظام، هل استخدم النظام معهم؟ والله أنا معك إنه أنا الآن مي ثورة، لأنه بشار الأسد أوصل الشعب إنه دافع عن نفسه، وكشعب دافع عن نفسه أمام هذا النظام. أنا والله معك الآن مي ثورة، الآن جيش بدافع قابل جيش، لأنه بشار الأسد شو رأيك ينزلوا العادي في الدرعة 1000 و2000 واحد يسقط بشار والدبابات والطيارات بتسلح؟ شو في مرتزقه كمان يا سيدي؟ انا ما بقول لك، انا قلت قبل شوي قلت لك في مرتزقه استفادوا من الوضع وجو. انا بقول لك اللي انا بقول لك يقتل الشعب السوري من النظام ومن المرتزقه، والجيش الحر يدافع ولا يعرف وين يدافع، لانه واقع بين معارضه مرتزقه وبين نظام. ترى الجيش الحر ممثل للثوره بالوقت الحالي الان في ظل الظروف الموجوده الان؟ يعني بتقدر تقول انه يدعي انه يدافع عن الشعب، يعني يدعي انه يدافع عن الشعب، يعني هو مؤيد الثوره السوريه والجيش الحر مؤيده طبعا، واقف معه طبعا، هو كلها كل الشعب السوري الان اطلع شوف برفعه يعيش الجيش الحر. طيب كل يا دكتور يا دكتور لماذا نصر على تشويه نقطه اخيره الدكتور قبل شوي بيقول انا ما بدافع ولا اي نظام عربي وانا بدافع عن الشعب. طب انت يعني بدي تفهمني، يعني انت الان بتدافع عن مين؟ أنا أدافع عن الوطن. الوطن؟ عن الدولة. يا رجل الوطن، الوطن خلص خلى بشار الأسد وطن يا زلمي، هو ظل يا زلمي وطن. أقول لك أنا بقول لبشار الأسد مبروك عليك، والله أنك يعني وصلت اللي بدك إياه ودمرت سوريا، والله شكرا لك، والضربة أنا بتوقعها صباح الأربعاء وصباح الخميس، والله غير تطلع بطل قومي وتصير تطلع على التلفزيون أي لدوا الأمريكان والإمبريالي والصهيوني ورجعي كيف ضربتني. هذا الكلام يعني دكتور، يعني رئيس مجلس الشعب السوري يقول الى ان عدد رئيس المجلس الشعب السوري، هذا مو رئيس مجلس، من انتخبوا يا رجل؟ هذا موجود ممثل انتخابات. يا دكتور لو سمحت انت، يا دكتور هذا ما بنتخب يا رجل، انتخابات 99% منتخب. كيف منتخب؟ مين انتخبوا يا رجل؟ يا رجل انت تؤمن انه الانتخابات السوريه في شيء منتخب؟ ما هو انت لو سمحت انت لما تقول رئيس مجلس الشعب السوري، انا مضطرف دكتور، انا لو سمحت ارجوك لما تقول رئيس المجلس الشعب السوري حكى هيك، انت بتحكي انه الشعب السوري بحكى يا رجل؟ هذا ممثل بشار، هو يقول هذا بتعين تعيين يقول ان عددا من الدول، يقول الوفد الاردني الشعبي أن عددا من الدول الرجعية المتآمرة، هذا التصريح على وكالة سانا، الدول العربية الرجعية المتآمرة على سوريا تدعم منذ أكثر من 2.5 المجموعات الإرهابية. يا سيدي أنا ما لا أنكر أنه الآن الدعم العربي بروح للشعب السوري وللجيش الحر، هذا طيب شيء علنا. طيب دكتور جبل، لماذا تشوهون أو لا تريد أن تقر بوجود ثورة سورية وجيش حر موحد على الأقل أنه عدو لبشار الأسد وجيش النظام السوري الذي لم يعد يرى البعض بأنه جيشا عربيا، هناك الجيش الحر السوري؟ أولا كلمة الجيش الحر تذكرني بالجيش الحر الفرنسي، وهذا طبعا يعني للأسف الشديد نحن نختزل المفاهيم ونعمل كوبي بيست من مفاهيم غربية، ليس جيشا حرا. هذا الجيش الحر هو مجموعة من الذين فروا من الجيش النظامي، وأعتقد هؤلاء يستحق العقاب، لأنه الذي يخون جيشه بغض النظر عن أنه على حق أو على باطل هذا لا يستحق. واحد يعني إذن هذا جزء من المعارضة، كان لازم يظلوا صامدين مع بشار. أنا بعتقد النظام العسكري يجب أن يكون منتظم مع الجيش نفسه، هذا واحد. اثنين، أعطيك مثال فقط بالنسبة للجيش بما أنك أنت مصر، لأني بعتقد أنك أنت بتعطي أرقام ملغومة، ويعني أعتقد أنا بقرأ حقائق تصريحات 99 غير تصريحات مذكورة هنا، أعتقد 99% من الانتخابات غير مذكورة، مش مشكلة هذا في دكتور أنت أستاذ علوم سياسية، أنا لا أعطي حقائق مغلوطة. يقول 99% أنه تم انتخابهم 99%. الدولة السورية منذ انقلاب حسني الزعيم في عام 49 وهي تقدم لنا هذه. يا سيدي أولا بدي أحكي شغلة، تفضل. النظام في سوريا والأنظمة العربية هي أنظمة جاءت من رحم الاستعمار، وخلق هوية وخلق دولة كان مرحلة تمر فيها الطلعات والنزلات وتمر فيها بس الأزمات. بس نسير على الدم يا دكتور، نسير على الدم. أولا المعارضة السورية بتشكل من عدة عناصر. العنصر الأول اللي تفضل فيه الدكتور اللي هو الجيش الحر، وهذا الجيش هو مجموعة من الذين فروا نسبيا قليل، وهذا واحد. اثنين، عندك سياسي. النصرة، هذا الجناح العسكري النصرة وهي دولة الشام والعراق، دولة الشمال. وعندك أيضا القاعدة، وعندك بعض الفارين لأسباب جنائية وغيرها. هؤلاء شكلوا الثورة. هل يمكن أن أقبل
ثورة تقوم بهذا الشكل. لازم لا تضرب ثانيا من يخطط لهذه الثورة؟ عفوا خلينا نكمل اخي العزيز، انا دارس الثورة الفرنسية والدارس البلشفية والثورة الإيرانية، لا يمكن ان تقارن هذه الثورة بهذه الثورات. اولا الثورة كانت في هذه الدول كانت وطنية، ثانيا لم تلقى الدعم الذي حدث من قطر وغيرها، لم يرسل في ذلك الدول اللي بتحكي عنها ما استخدمت العنف. كيف تمثل ثورة اخي؟ القضية الثورة السورية وأي الربيع العربي لا تمثل وجهة نظر علمية وإعلامية، تمثل موقف إنساني وحضاري وقومي يجب أن نأخذ فيه. ثانيا كيف يمكن أن تفسر لي هؤلاء الجرحى من هؤلاء المجندين الذين يخدمون الثورة يعالجون في إسرائيل بأي حق؟ كيف تفسر كيف تفسر برهان غليون هذا الديمقراطي والمثقف العربي الذي كان أشبعنا بقضية الديمقراطية وحق الإنسان، يقول أنه عندما نصل للحكم سنلغي اتفاقياتنا مع إيران وحزب الله وسنبدأ في معاهداتنا مع إسرائيل؟ الذي قام ودعم هذه ما يسمى الثورة، ولا أقبل فيها أن تكون ثورة، ها؟ تركيا والتخطيط أمريكي والدعم خليجي وبالنهاية الاستقبال إسرائيلي. طيب الثورة ليست وطنية يا دكتور أحمد، كمان أيضا دكتور جمال حاله مثل حال كثيرين عندما كانوا يذهبون إلى سوريا من درعا إلى كسب وإلى الشمال السوري لا يجدون أي مشكلة. اليوم سوريا ممزقة بين دولة العراق الإسلامية في الرقة، ربما في درعا أيضا مشروع دولة، ربما في جبل الدروز مشروع دولة، ربما في الجانب العلوي والجيب العلوي مشروع دولة. ماذا بقي من سوريا إذا؟ أولا أنا يعني دقيقتين أصلاً. أولا أنا بتأسف أنه الدكتور يقول أنه هذه مستورة ويظلم الشعب السوري. اثنين يا أستاذ دقيقة معي، هذول بتحكي عنهم الآن، هذول دخلوا على الخط بعد سنة، بعد ما الدماء السورية استباحات وبعد ما انذبح الشعب السوري صار في ائتلاف سوري وصار في جيش حر. بداية أول سنة كانت ثورات في الشوارع والرأي والأسد يذبح في الشوارع، ما كانت لا في ائتلاف ولا في جيش حر، كانت ثورة ونظام يذبح في الشعب. لا هذول بعد سنة، بعدين تدخل العالم عطفا لهذا الشعب، ولا كانت بالبداية لم يكن كما حدث في ليبيا ومصر وتونس سابقا. يا سيدي ليبيا تونس، أنا بحكي لك الآن عن الجانب السوري. شكرا دكتور أحمد العمايدة مقرر اللجنة الشعبية لدعم نصرة الشعب السوري في الأردن، شكرا لحضورك. أستاذ العلوم السياسية في الجامعة، ممكن كلمة؟ الدكتور جمال الشلبي شكرا لتفضلك بالحضور، ممكن كلمة؟ انتهى الوقت، أشكرك دكتور. التحية لشهداء سوريا وجيشها العربي. شكرا، كلمة حرة. أنا بقول النظام ساقط والشعب هو الذي سيحكم في سوريا. شكرا لك وشكرا. دكتور أحمد العمايري مناصفة أخذتم آخر الدقائق، أشكر لكم متابعتكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم، انتظرونا غدا في نبض بلد.